ayaan la taaganahay waqti caadirkani isaga iyo wafdi ballaaran oo culimaa oo uu hoggaaminayo soo gaaray magaalada Boor ee xarunta gobolka Awdal. Su'aasha ugu horeysa ee qaari Cabdirashiid Cali Suufi weydiinaya waxay tahay inta badan bulshada Boorama iyo dadka kale ee nooga yimaada gobolada kala duwan ee Soomaaliya waxay halkan u soo doontaan cilmiga maadiga. Inta badanna awoodda waxa la saaraa cilmiga maadiga. Bal talaahan maxaad u diri lahayd? الحمد لله اللهم صل على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد مركور وادين سلام يا مقالة إمات إن كجنا وكو فرح سناي ولي بجو في عن الرب روب وروح بدم ما كوسو بيجمي أذبان أريت أو فرح سناي ومرك كوبان مرك لبان ونصيحة عامة وحوي إن علوم تمادي جاء الله برتو محمة محمة يا أنا أورني نوافي عن تهاي وولي بقى متقدم كنا قلنا كهر مرة أدي أذبي ونكسن تهاي لكن وحاش علوم تأه إلا برنا يماد دقاه كل جود وأمور كل ما نيسة بني آدم كل ما عنصر بخوبية حيواني وسماوي كل وحيواني هندسة دي يجري كشقين تي سي إنجينير كي وحيواني ودي يجري دشدة دوي تبقي يوحي ودن عافمات كلي وحال دون يا علمي روحي قاها سماوي قاها إلهي كبريي إي واريي إي أبد الأبدين أتكون ولا الله هيد كاسا لدوني يا أوندي كوانينيا إن آت حوكا سارتان علم جمادي هلا برتو ولكن مؤمن كاستي مؤمنات كاستي شاب كاستي شاب كاستي إن أي وقت يقول إن بدن أي سيان سيدي أي ربي يقول برا الله هاي سبحانه وتعالى إلى هدون كرونا وحق روح يا وناك يا له وحتى كلنوجي هرمر يا له كل إلهي باكيني ilaahayna wuxuu ballan qaaday inuu wada burburin doono dhamaanteed wa inna la jaaciluna ma alayha saciidan juruza marka sidaa darteed waxa ugu muhiimsan in ruuxdaada aad dhisto oo qidaa ruux aad barato waa qur'aankii waa dhikriga ilaahay taa waa igawaana insha allahu taala in su'aasha labaad ku yidinaya qaari waxay tahay dadka ku mashquulaya adduunka maxaad u diraysaa iyagana baaq wallahi taas ilaahay baa u baaqay wuxuu yiri ilaahay jalla jalaluhu isagoo la hadlaya من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا الدنيا ذا وناك إذا فعنا أنت إذا نكر هذين يوم إلهي أكتشفت الله آخر وناك إذا إلهي أكتشف يالنا عنوانك أن يسنك أخل ضمنه إلهي كدونه أردونك وناك جيسة سعادة ذا إيلي بانتا سعادة ذا ملقو إبيا ماله هتير لقاها لنا ماله سوق لقو إبيا أنا المجل واحد ما شكلية كه ليسا وإلهي وي سبحانه وتعالى مال في ربضان هداث الشو بقرتوية هداث الشو وحكا استعداد الدونك أتشو لكن لبانتي لقا حلو وقلبي قاقي ضيق لقا ديقو وحي كوتر إيشا مجر مركا وحان كوان لها ولا لها لما انتو إنان تأسو جيد سنو وانا ذي إلهينا أنقاذنو المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا بارك الله فيك هذه سؤالها يقول أما ذين أنا أنا جامعة هنا هذا ما ملك هي جامعة ذلك وان صوب غضي وفعيهن أدب ذلكيان لكن وإن يكون درس ذان أجدان إلهي سبحانه وتعالى عدي لعلو ذا وحبك فايدي سنويش وحلا وح الدنيا ذا أوصم يستينا وحلا وح أترى يسمله مرك إله حرير هلا ليشو مدبان مرك تيبان كدر سنيا أنا وني من كان وحده دوبه أنت بدن وحن أركيتي ما هي جيزان كهول هولان وردن ليروي شيطان كيوسن إين قرحن وحن قرح سني وزين لهم الشيطان وأعمالهم قال أتي ما هول هو شيء يجي بالقو ضيانه هذا قال هذا مرة عذان مرك هدم به وحن قرح سني يقال الشيطان كقال كو قرحنه بل نرجع جحا ودم ذي نياح دورت إيش هذا قف حنون سنو بكو وهلن أما قف فقير هاي سنة سوما قال دي والله قرحي وسروال ككن جح جح عن يكون أحسن كي قالسا كن جح جح ما قالسا تما هالسيد عادي يا إن لو حيرتو يا إن له هول هول كي قالسا يقال هدي الله دوا قال كل كذا بنا فرانت ميوها مش كاتون بعد مش ما هي عرب كي يكون جندون تان
اعتماها سوى لسان كرده هول هول كان هذا هولي سان اسكدايا سيدي هورات كاقا قول حسين ادويلي هون كاقا السلام عليكم ورحمة الله قاري عبد الرشيد علي سوفي علمذي وهو قامين اي كيمي دي مقالده هرقيسة اسال مركز هنا ما انت لقو سردو اي مقالده بورما يحرون تقبل كاودا وحي قد شرف كل هايين هل كان يوا هوتيل سفاري مقالده بورما اسال مركز هنا وحا قد شرف تاسي وسميي ملكي لها سفاري هوتيل شعف عشقي يا رفيق MMTV مقالده بورما يحرون تقبل كاودا